بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صلي على محمد وآل محمد. حياكم الله مشاهدينا متابعينا أينما كنتم أيها الأخوة والأخوات، نحن وإياكم نلتقي في حلقة أخرى وجديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي الفقه حياة. نقدم لكم العزاء في مطلع هذه الحلقة، ونحن وإياكم نعيش في هذه الساعات ننتظر هلال شهر محرم الحرام، شهر الحزن والدمعة والبكاء على الإمام الحسين سلام الله عليه. ودعوني أقدم التحية في مطلع هذه الحلقة والترحيب بالتأكيد بضيف الدائم في هذا البرنامج، أستاذ الحوزة العلمية في النجف الأشرف سماحة السيد رشيد الحسيني، فأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سماحة السيد، وأعظم الله لكم الأجر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد سيدنا مولانا الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه واستذكار مصائبه، روحي فداه. مشاهد طبعا سمعت السيد، قبل أن نبدأ بهذه الحلقة أنت تنظر للتلفاز تشاهد هذه الجموع المليونية التي تقف على قبر الإمام الحسين الآن في هذه الدقائق في مراسيم تبديل الراية، هذا المنظر حقيقة تقشعر له الأبدان سمعت السيد. في واقع الحال أئمة وأهل البيت دفعوا بهذا الاتجاه. نعم. لنجعل مقدمة حلقتنا هذه. نعم. أنه أئمة أهل البيت دفعوا بهذا الاتجاه بشكل كبير، وحاولوا جهد إمكانهم. نجد من الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه وإلى إمامنا الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وبالخصوص الإمام الصادق والباقر والرضا، أكدوا بشكل كبير في مسألة إحياء ذكرى سيد الشهداء. نعم. حتى أنه بعض الروايات التي وردت في هذا المجال وهو الإحياء الكبير لعاشوراء، روايات كاد بعض المؤمنين أن لا يصدقوها وأن يعتبروها أنها نحو من المبالغة الكبيرة. عجيب. في حين نعم في حين أن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لم يبالغوا ولم يعظموا شيئا هو غير قابل للتعظيم. حسنتي. إنما كانت هناك رسالة مهمة. نعم. أرادوا أن يوصلوها إلى شيعتهم على أنه إذا أردتم أن تكونوا وأن تبقوا وأن تتماسكوا وتستمروا إلى ظهور قائمنا، نعم، لا بد لكم من الالتفاف حول محور كربلاء. نعم. محور الغدير فاتنا. نعم. وانقسمت الأمة، أمة أموية وأمة علوية. والأمة الأموية حاولت جهد إمكانها على أن تغيب دور الغدير. نعم. وواقعة الغدير وموقعية الإمام الأمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم بشكل جوهري وفاتنا. نعم. ولكن أيها الشيعة، بقيت يا مؤمنون، بقيت لكم فرصة على أنه تستثمروها لبقائكم أنتم. نعم. لديمومتكم أنتم. هذا الخط، خط الشيعة، خط الإمامة، خط الولاية، لابد أن يستمر. ولكن لابد، هذه اللابدية واضحة على أن الله سبحانه وتعالى وعد الناس، وعد المؤمنين على أنه يرثون الأرض. نعم. الشكل ولا صحيح. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا الأرض أن نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. أحسن. وراثة الأرض كيف تكون؟ لا تكون من لا شيء. نعم. لا تكون من الصفر. لابد أن تكون هذه الوراثة أرضيتها موجودة منذ قيام الحسين صلوات الله وسلامه عليه إلى قيام إمامنا والآخذ بثاره صلوات الله وسلامه عليه. زين، ها
هاي ما تتولد حسب تعبيرنا، ما تتولد بقرار وما تتولد بإعجاز، تتولد بقضاياها الطبيعية. شنو قضايا الطبيعية؟ أن تكون هذه الجموع، نعم، وهذه النفوس وهذه القلوب وهذه الثقافة أن تكون حية في نفوس الناس حتى يبقى هذا الخط. وإلا أريد أقول لما قلت أن بعض الروايات البعض يشكك فيها يقولها ما معقولة تكون صحيحة، أسمعك بعض الروايات. نعم، اسمعوا بعض الروايات شباب. سمعت عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه، قال: من ذكرنا عنده، ذكرنا يعني صار كلام عن الحسين وعن مشاكل أهل البيت وعن مصائبهم، من ذكرنا عنده ففاضت عيناه بكى. شوفوا البكاء، دمعت عيونه، شوف البكاء يعني. البكاء اللي هو في الواقع إلى فلسفة، وإن شاء الله في محرم نحاول نتكلم في ما يرتبط بالبكاء ودور البكاء في تنقية النفس. جميل. ففاضت عيناه ولو مثل جناح الذباب، يعني شيء قليل جدا جدا. نعم. غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. شيء مهول، يعني ذنوبك لو كانت بقدر زبد. زبد تعرفون شنو؟ هذا البياض اللي على الأمواج في أطراف البحر، هذا الزبد مولانا لا يعد ولا يحصى. يقول لو ذنوبك كانت بهالمقدار الله يغفرها. البعض يقول شنو قصة؟ نعم، شنو قصة سيد؟ أبكي بمقدار جناح ذبابة وتغفر لي كل هالذنوب؟ أنا أعطيك جوابه. لأن الإمام الصادق متيقن على أن الذي يجلس هذه المجالس ويستمع لهذه القضايا ويرتبط روحيا ومعنويا بهذا البيت، بيت علي وفاطمة، هذا لا يمكن لهذا الفكر ولهذه الثقافة أن يجعله متماديا في المعصية وفاسقا إلى آخر الخط. يعني هذا رح يوم من الأيام يجره. وين يجره؟ ضابطة أحسنت، رح يجره إلى التقوى، يجره إلى المغفرة، يجره إلى الالتزام. ولذلك أنا أقول دائما يا شبابنا، إذا شفت واحد صايع، واحد تعبان، واحد ما ملتزم، واحد شوية عنده سوالف تعبانة يجي إلى المجالس حسين، رحبوا به، تعال حبيبي، تعال قلبي، هي مجالس حسين إلك. مجالس الحسين لأمثالك، تعال استمع للقاسم شنو جرى عليه، تعال استمع لعلي الأكبر شنو صار به. وهم شباب. فلما يجي الشاب هذا اللي أخذته الشياطين، أخذته الشهوة، يجي يستمع إلى مجالس الحسين وإلى بطولات أصحاب الحسين، قطعا وتبكي، يعني لما يبكي هذا الارتباط المعنوي راح يبقي فرد حسب تعبيرنا الشعرة بينه وبين هؤلاء. وهذا إذا استمر، إذا استمر، شوفوا العبارة عن الإمام أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، أبو الإمام الصادق، كان علي بن الحسين عليه السلام يعني والد الإمام زين العابدين يقول: أيما مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين عليه السلام حتى تسيل على خديه بوأه الله بها غرفا يسكنها أحقابا. يعني في الجنة غرف، وتدرون غرف يعني شنو؟ يعني قصور وما إلى ذلك. وأيما مؤمن دمعت عيناه حتى تسيل على خده فيما مسنا من الأذى. شوفوا ارتباط بأهل البيت ومصائبهم، فيما مسنا من الأذى من عدونا في الدنيا بوأه الله مبوأ صدق. وأيما مؤمن مسه أذى فينا، هذه جميلة، شكد جميلة هاي الكلمة. يقول الشيعة راحوا يواجهون مشاكل عويصة بحياتهم، راح يواجهون مشاكل كثيرة في حياتهم، في حياتهم. يعني الشيعة اليوم في واقع الحال سيواجهون مشاكل كثيرة بسبب محبتهم لنا أهل البيت، ولكن ليعلموا الشيعة أن هذا
هذا التعب وهذه المشاكل. شوفوا يقول: أيما مؤمن مسه أذى فينا فدمعت عيناه، يا مولانا ليش احنا هالشكل، دمعت عيناه حتى تسيل على خده في مضاضة، ما أوذي فينا صرف الله عن وجهه الأذى وآمنه يوم القيامة من سخطه والنار. أيها الأحبة، هذه بشارات ولكن رسائل ارتباط بهذا البيت العظيم وبهذه المصائب العظيمة، حتى يبقى الإنسان. شوفوا هاي الديمومة يريدها أهل البيت، وقفتكم اليوم في كربلاء وفي كل المحافظات في مجالس العزاء لرفع راية الحزن، هذه كلها في واقع الحال كفيلة على أن تزرع فينا المحبة لأهل البيت، وتزرع فينا ارتباط بأهل البيت، أولادنا، بناتنا، عائلتنا، أجواءنا. هذا نعتقد أفضل، يلا راح أقول كلمة شوية دقيقة، هذه القضايا أفضل وسائل يمكن أن نواجه بها ثقافة على حال الجندرية والتنوع الاجتماعي والشذوذ الجنسي وعلى حال الانحلال الأخلاقي. هذه أنا أعتقد من الوسائل المهمة للمواجهة. وكلمة أخيرة حتى أترك الكلام لجناب الأخ، أنه شوفوا هاي السبحة بيدي، هاي السبحة بيدي أيضا عندنا روايات أنه الإنسان لو أخذ سبحة تسبيح، هذا تسبيح الزهراء، أخذ سبحة في يده من تربة الحسين، من تربة كربلاء، رواية عندنا حتى لو تخليها بإيدك، شوف هجي، وحسب تعبير أنه وتضعها بين أناملك وأصابعك ولم تسبح، يكتب لك أنك مسبح، كأنما تجه السبح. ليش؟ ارتباطك بهذا التراب، ارتباطك بصاحب هذا التراب، ارتباطك بهذه الثقافة هي بحد ذاتها هوية، والشكل لك هوية، وأئمة أهل البيت يريدوها. هنيئا لكم شيعة علي وقفتكم هذه الليلة، ووقفتكم إن شاء الله تعالى في أيام محرم، وسنجدكم إن شاء الله في مسيرة الأربعين يوما بعد يوم تزداد هذه الجموع. وزرقوا هذه الأفكار لأولادكم، فهموهم، ترى البكاء والمصيب وما إلى ذلك كلها، هذه حسب تعبيري أنا هذه كلها حجة، حجة ومبرر على أن ترتبط، ووسائل حتى ترتبط بهذا البيت العظيم، بيت علي وفاطمة صلوات الله عليهم أجمعين. أحسنتم سماحة السيد. يعني بكلمة أخيرة، ولو عندي اتصال بس ما أتأخر إن شاء الله، هواي من الشباب سماحة السيد اليوم يتأذون لما يشوفون مذهبهم محارب، بأنه مذهب اللطامة والحزن والبكاء ويعني إلى آخره، يتأذون يشوفون إحنا ليش مثلا أكو داعي لهذه الأذية، أكو داعي أن نضوج أو نشعر لربما بالخجل سماحة السيد؟ لا، في واقع الحال بالعكس، إحنا أولا هذا عظمة، يعني نحن نحيي العظمة، عظمة علي والحسين. أنت الآن شوف المستشرقين لما يكتبون عن الحسين في عاشوراء شنو اللي صار وشنو اللي بدر من عنده وشنو اللي قام به، هذه مفخرة. نحن نفتخر بالحسين، نفتخر بأهل البيت، فأن تلتصق بالمفخرة هذا ليس شيئا مشينا حتى تقول والله إحنا نستحي. ثانيا هذا تاريخنا، هذا تراثنا، هذه هويتنا. إذا الإنسان ما يستذكر هويته وما يستذكر تاريخه وما يستذكر أئمته ومنهجه، إذا ما الذي يستذكره؟ شو يستذكر؟ يستذكر هالتفاهة الموجودة في الإعلام؟ هالسقوط الأخلاقي الموجود في وسائل الإعلام؟ ما الذي؟ فلا بد لنا، يعني لا بد للشيعي أن يرجع إلى من؟ إلى جذره وأصله. يعني بدول العالم بشكل عام كل شيء عندهم من فعاليات، من مهرجانات يعتبروها أنه تراث وفلكلور. أحسنت. عندهم إحنا فلكلور ما نسميه، هذا نسميه إحنا مبادئ وقيم ومثل نتمسك بها. أحسنت. الآن نبدأ باستقبال الاتصالات طبعا، وبالنسبة للأخوة اللي حابين يتصلون ببرنامجنا أكيد الأرقام ظاهرة أسفل الشاشة. وأول المداخلات من الأخ حسين، حياك الله يا حسين. تسمعني حسين؟
طبعا نطلب من الأخوة اللي يتصلون بنا إن شاء الله يكون الاستماع عندنا من خلال التليفون، يعني اترك التلفزيون لأنه الصوت يوصل إليك متأخر، فحتى يكون اتصالك إن شاء الله واضح وتتفضل بسؤالك، بعد ذلك تستمع للإجابة من سماحة السيد. انقطع الاتصال. الأخ حسين موجود معنا على الهواء، حياك الله يا حسين. حسين من أي محافظة حسين؟ ألو، حياك الله حسين، أنت على الهواء مباشرة، السلام تفضل. عليكم ورحمة الله. طبعا بالبداية وعليكم السلام. نعزي الأمة الإسلامية ومراجعنا الكرام بحلول شهر محرم الحرام وذكرى شهادة الإمام الحسين وعياله وأخيه الإمام العباس عليه السلام. طبعا مبدئيا سماحة السيد عندي سؤال، نعم. أنه الآن يحل علينا هذا الشهر الفضيل الكريم ونحن وسط موجة حرب فكرية ثقافية تستهدف الأمة الإسلامية عموما والشيعة خصوصا، نعم. فكيف بإمكاننا أن نوجه رسالة ورد لكل من يحاول استهدافنا، لا سيما أن بعض الشعائر الحسينية والمظاهر في هذا الشهر تستهدف من هنا وهناك عبر أجندات معينة؟ نعم. هذا الشق الأول من السؤال. والشق الثاني، نعم. أنا اليوم كشاب حسيني أرغب بتقديم كل ما أملك في هذا الشهر فداء وقربانا لإمام الحسين، فما هو دوري في هذا الشهر؟ يعني أريد أفهم شنو الدور اللي ممكن أقدمه في هذا الشهر حتى يكون رسالة واضحة وسليمة للشاب الحسيني بخدمة إمامه وهذا الشهر الفضيل. جميل، شكرا جزيلا. واضح، شكرا جزيلا لك الأخ أنا حسين. أشكر الأخ حسين على وعيه وفهمه وطرحه، أحسنت. نعم أخ حسين، سؤالك الأول في واقع الحال لا شك ولا شبهة على أنه هذه المراسيم وهذه القضايا بلا إشكال هي كما ذكرت في مقدمة هذه الحلقة أنها من الوسائل التي نواجه بها الثقافة المعادية والحرب الناعمة نعم والحرب الخشنة، يعني أكو حرب ناعمة وحرب خشنة نعم ضدنا، نحن نواجهها بهذه المراسيم. نعم هناك بعض الشعائر قد البعض لا يروقه ذلك، فنحن قلنا سابقا على أنه كل واحد يرجع إلى مرجعه، نعم مرجع الديني بالنسبة لي يعتبر هذه الشعيرة مباحة أو مستحبة، والمرجع الآخر قد لا يراه ذلك. فنحن ندعو المؤمنين على أنه نقف عند تكاليفنا الشرعية، نعم كل واحد يوقف عند التكليف الشرعي. أنا مرجعي يقول هالشكل، خلاص أنا مرجعي هالشكل، فلا تكن هذه الممارسات الحسينية تكون مدعاة التفرقة. للتفرقة أحسنتم. ودخول الشيطان بيننا. أما أحسنتم. السؤال الثاني أنا عندي أيضا جواب عليه وأشكر على السؤال الثاني. نعم إجابة طويلة حتى نستقبل اتصال الأخت منتهى، وبعد ذلك إن شاء الله نجاوب على السؤال نعم الثاني للأخ حسين. الأخت منتهى، أنتم على الهواء، تفضلوا. ألو، السلام عليكم سيد. حياكم الله. عليكم عليكم السلام السلام ورحمة الله. ورحمة الله وبركاته. سيدة أنا منتهى من البصرة. حياكم الله، عظم الله سيد أنا أجركم. عندي تليف بالشبكة. عندكم شنو؟ أنا عندي تليف بالشبكة. تليف بالشبكة. إي. وأنا الشبكية. تواصلت ويا ناس ويا ما حد قدر يساعدني، وأطلب من السيد سستاني يقدر يساعدني، أي واحد يقدر يساعدني يساعدني. انطي رقمك الى الاخوه في الكنترول حتى عسى ولعل نخابرك فيما يرتبط ان شاء الله تعالى. عملية لازم اسويها فرحة الزهرة وتكلف 14 دفتر. 14 دفتر؟ اي، ومو بس انا حتى خواتي بعد اثنين. الله يعينك ان شاء الله. انا في الواقع انطي رقمك الى الاخوه الموجودين في المؤسسات الصحيه الخاصه بالعيون، عسى ولعل انه يساعدوك ان شاء الله تعالى. تسمع للناس الخير. مشكور. ابقي على الخط يا اخوتي اخواننا بالكنترول، يعني اردت تاخذون اما التفاصيل. جوابي على نعم سؤال الاخ حسين. الاخ حسين قال سيدنا انا افدي نفسي ووجودي للحسين صلى الله عليه وسلم عليه واقوم بواجبي تجاه ابي عبد الله الحسين. نعم. ولكن شنو مسؤوليتي؟ شنو دوري كشاب؟ احسنت. راح اقرا لك ايه في سوره هود. الآية تتحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. هذا الأمر الإلهي باستقامة رسول الله لم يكن في واقع الحال صعبا وثقيلا على رسول الله إلا بشقه الثاني ومن تاب معك. نعم.
أن يجر رسول الله جماعته وأصحابه أن يكونوا مستقيمين، هذا اللي شيبه. نعم. وقال شيبتني سورة هود، رسول الله منسوب له أنه قال شيبتني سورة هود. قيل يا رسول الله ما الذي شيبك فيه؟ قال فاستقب كما أمرت ومن تاب معك. فكلامي لجانب الأخ، أنت يمكن أن تكون داعية ويمكن أن تكون وسيلة أن تسحب الشباب الذي في الواقع في الأطراف، في الأطراف يعني يريد يضيع، يريد يطيح، يريد على حال أو يكاد أن يتأثر بالثقافة الغلط، تعال جيبه. فكن حسينيا وكن شنو داعيا للحسين، وتسحب الشباب اللي هم في ضياع، تسحب الشباب اللي هم في حيرة، وأنت يمكن أن تكون إنسانا على حال مؤسسة تبليغية إعلامية، واشتغل على هذا، صدق اشتغل على هذا. كل الشباب أخواني تسمعوني، أنا أحضر مجالس الحسين، بس أنا عندي نظر أشوف أي واحد ولد عنده كذا أيش أحكي وياه، حبيبي قلبي عزيزي أنت من وين كذا، أحاول أن أسوي علاقة وياه. شباب اللي على حال أشوفهم مهلهلين شوية أسوي علاقة وياه، أنطي رقم تليفون، أخذ رقم تليفون، قد أسحب إلى جروبات متدينة جيدة، ويمكن لي أن أخلص من شهر محرم وأنا عندي فرد 50 شاب أنا مسوي علاقة معاهم حتى أسحبهم، كما أولئك الذين يرتبطون بشبابنا لسحبهم، لابد لنا أن نرتبط بشبابنا لجلبهم. نعم. جلبهم إلى الجادة إن شاء الله تعالى. طيب، فقط أطلب من الأخوان بالكنترول أنه هذاك بصمات صوتية ينوهون على هذه المسألة، وبودي أن أوجه لكم السؤال سماحة السيد فيما يتعلق، يعني هي قضية كأنما هم من جانب يعني يستهزئون بهذه الشعائر، يستهزئون بالمجالس الحسينية، لكن ألتمس بصراحة خوفهم من هذه المجالس سماحة السيد، لأنه يدرون أنه هذه راح تبقى العائق الكبير اللي أنه إذا تجاوزوا راح يقدرون أنه ينالون من شبابنا. صحيح. ويأخذون شبابنا، فبالتالي هم يستخدمون طريقة الاستهزاء والسخرية حتى يبعدون الشباب عن هذا الموضوع. وهذه وسيلة، يعني هذه من الوسائل الذين قاوموا الرسل، يعني الذين قاوموا الأنبياء، تقرأ القرآن وشوف قصص الأنبياء كلها، الذين قاوموهم ووقفوا أمام الأنبياء من الوسائل اللي كانوا يواجهون بها الأنبياء هي الاستهزاء. يستهزئون، هاي كلمة يستهزئ، يستهزئ، استهزاء، كتبوها شوفوا كم آية راح تطلع على أنه وسيلة من وسائل الشيطان. وإحنا على حال لابد أن نكون على مستوى عالي من الوعي، ولنحاول أن حسب تعبيرنا ننجر ولا نتأثر سلبيا. نعم، استهزاؤهم قد يكون ماذا؟ تقوي إلى ارتباطنا أكثر، ونمر على كلامهم الغلط، استهزاؤهم الغلط، نمر عليها كما يقول القرآن الكريم، وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة، سلامة. إن شاء الله أحسنتم. نستمع الآن إلى بصمة صوتية وسؤال. السلام عليكم سيد. عليكم. وعليكم السلام. زوجي يقول لي ابن أختي حرام تبوسي، هو ابن أختي وأبوه غريب، صحيح هذا الحكي حرام لو حلال؟ واضح سمعت السيد. هذا السؤال نعرض بصمة صوتية أخرى. سيدنا الله يساعدك، شلونك شلون صحتك سيدنا؟ عندنا احنا سادة وعندنا بنات تيهن بس عوام، والسادة ما يقبلون يطول للعامي، العامة هم بي اشكال. نعم. طيب، بصمة صوتية اخرى. السلام عليكم سيد. عليكم السلام. سيد، انا اشتري رصيد مثلا هو بالنقد ب6.5، اخذ على الراتب ب7.5، او مثلا ب14 على الراتب ب15، بإشكال هذا الشيء لما بإشكال؟ واضح ان شاء الله. نعم، بصمة اخرى. السلام عليكم مولانا. عليكم. ممكن سؤال؟ ابويا عنده مرض مزمن بروستات، وصلاته جائز لو لا؟ طيب،
بصمة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله سيدنا. عليكم السلام. سيد، أنا عندي محل مال ملابس وانطلبت مبلغ من المال، وأنا الآن متضايق على الدين، هل يجوز أخذ قرض من مصرف الطيف الإسلامي لتسديد ديوني؟ وشكرا جزيلا. طيب، بصمة صوتية أخرى. السلام عليكم سيدي رشيد، أنا تعبانة، نفسيتي كلش مريضة، عندي قدة وخفقان وكلش يعني متضررة حالتي، وحامل وأريد أسقط الجنين، هل يجوز يعني وقطع عنه كفارة؟ طيب، بصمة أخرى. السلام عليكم سيد. عليكم سيد، السلام. أنا فاطمة، عندي أسئلة يمك سيد. أول سؤال عندي، جاي أزور زيارة عاشوراء، بس ما جاي أكمل هاي 100 مرة ما تلعن، بس الزيارة أزورها. وثاني سؤال سيد، أمي مرض كبيرة كلش تعبانة ومريضة، يعني يصير أصلي عنها، أستغفر عنها، مثلا أزور عنها بالنيابة يصير؟ هي كبيرة حيل وتعبانة، بس المستحب يعني مو الواجبة، هي الواجبة جاي أصليها، بس المستحب. واضح. سمح سيد، نبدأ بتقديم عليها على الإجابات. البصمة الصوتية الأولى، يعني إحدى الأخوات تقول إنه زوجي يقول لي ما يصير تبوسين ابن أختك. بابا هذا الكلام غلط، أنت خالته، أنت خالة هذا الطفل، والخالات من العليحان المحارم. نعم. والمحارم يعني شو المحارم؟ يعني اللي ما أقدر أتزوجها، أمي ما أقدر أتزوجها، أختي ما أقدر أتزوجها، بنتي ما أقدر أتزوجها، حرمت عليكم أمهاتكم وخالاتكم وعماتكم وبناتكم وأخواتكم، وهذه يعني ماذا؟ يعني الأشخاص المحارم، من المحارم الخالات. وهذا زوجك هواي حسب تعبيرنا عنده شو اسميه غيرة، نعم. يخاف عليك، ولي بابا هذا أنا خالته، حتى لو ولد كبير هذا خالته أنا ومثل أمه يعني، فلا إشكال فيه ولا يفتي بحسب مو أبو رجل غريب ما له علاقة. لا ماكو داعي، هي خالته يعني أخت أمه. نعم. البصمة الأخرى، كان الحديث من أحد الأخوات تقول إحنا سادة وعندنا بنات، يصير نزوج بناتنا غير السادة؟ للأسف الشديد يعني بعض العوائل والأسر أنه ما دامهم سادة يمنعون أن يزوجوا بناتهم من غير السادة، وهذا أيضا فرد انحراف وظلم يقع على بعض الأخوات العلويات. نعم. وكثير من الرسائل تأتيني على أنه سيدنا إحنا من العلويات من أسرة فلان، ولكن للأسف أعمامنا يمنعون أن نتزوج بغير السادة من خارج العائلة، هذا إجحاف وظلم لا يجوز في الإسلام. يجوز للمرأة سواء كانت علوية أو غير علوية أن تتزوج بشخص علوي سيد أو غير سيد. نعم. بصمة صوتية أخرى، كان الحديث من أحد الأخوة يقول أشتري الرصيد بالآجل فيصعد السعر علي، هذا في مشكلة؟ في مسألة شراء الرصيد بالآجل، إذا تقلد سماحة السيد السيستاني الله يحفظه، فقلد غيره في هذه المسألة، يعني ارجع إلى غير السيد في هذه المسألة. مسألة شراء الرصيد بالآجل وبالدين، أقصد أن تقلد شخصا آخر من الأعلام الذين يأتون بعد السيد في الأعلامية، كالأعلام المراجع النجف المسلمين، المراجع المعروفين في النجف. نعم. أحد الأخوة تحدث عن والده ببصمة صوتية، قال والدي مريض عنده بروستات وأمراض مزمنة صلاته. قضية البروستات يعني هناك نزول بول بدون يعني بدون اختيار وما إلى ذلك، الإنسان حتى لو كان عنده نزول بول ونجاسة يعني دائمية، يجوز له أنه يضع عوازل، يخلي حسب تعبير حفاظة، أو يلبس شيء من هذا القبيل، ويمنع أن تصيب النجاسة إلى جسمه أو رجله أو ملابسه، ويصلي. نعم، الصلاة لا تترك بأي حال من الأحوال، هذه احفظوها، قال رسول الله صلى الله عليه وآله الصلاة لا تترك بحال، يعني بأي حال من الأحوال لا تترك الصلاة، وكل ما كان من أعذار ومشاكل وأمراض هذه لا تمنع من إقامة الصلاة بالكيفية المقدور عليها. واضح إن شاء الله.
البصمة الأخرى كان الحديث عن أحد الأخوة، كان يتحدث عن نفسه، يقول أنا كنت فاتح محل ملابس إلى آخره، يقول انطلبت يعني مبلغ كبير من المال، فالآن أريد أخذ قرض من مصرف أهلي، أكو إشكال علي؟ القروض الربوية فيها إشكال، ما يجوز الإنسان يأخذ قرض ربوي يعطي عليه أرباح بدون عليه حال مقابل، هذا ما يجوز. الله قال في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم: أحل الله البيع وحرم الربا والربا حرام. تقول سيد الآن أنا على حال مضطر وما أقدر أنه شنو ما أقدر أنه ما أخذ سلفة حتى أسدد ديني. الجواب: إن كنت مضطرا، مضطر يعني شنو؟ باكر يذبوني بالسجن، باكر على حال كذا. إن كنت مضطرا لا إشكالة، أما الاضطرار لابد إنسان أن يكون دقيق على أنه واقع عن مضطر أو لا. نعم. يعني إذا كانت هناك حلول أخرى متاحة لي ما يجوز علي أن يراعيها، يعني يقول لا سيدة باكي يأخذوني، لو أخذ هذا القرض الربوية لو يذبوني بالسجن وأنا على حل عائلتي تروح ووضعي كله، هنا الاضطرار بعد الشخصي، قضية شخصية. نعم. مشكلة أنا هذه الكلمات وهذه الإجابات على مثل هذه تخوف تقتطع. يصير والسيد رشيد الحسيني يحلل الربا، تفضلوا هذا كلامه. هذا كلام بالفعل اللي يشوف المقطع شوف سماحة السيد يقول أخذه أخذه. نعم يشيلون بس الكلمة واحدة هي تؤثر. طيب، بصمة صوتية أخرى كانت إحدى الأخوات تحدث عن نفسها، تقول أني مريضة وعندي الغدة وعندي كذا وأني حامل، عرض سقط الجنين لأنه أنا مريضة. اولا ما يجوز اسقاط الجنين، حرام شرعا اسقاط الجنين حتى لو كان لشهر او اقل من شهر. وكان مفروض المرأة ان تعرف نفسها ان تمنع من الحمل، يعني تمنع نفسها من الحمل، ولكن لما صار حمل ما يجوز اسقاط الجنين باي شكل من الاشكال. واذا كان فوق 4 اشهر بعد مشكلة اعوص، يعني دخلت فيه الروح وهذا الجنين صار به روح، فما يجوز باي شكل من الاشكال. الأخت أيضا كانت عندها يعني أسئلة، سؤالها الأول عن زيارة عاشوراء، نقول ما يعني ما جاي أسوي، ما أسوي اللعن، فقط أزور الزيارة، هذه جزئية اللعن ما جاي أسويها، في أقول حصل ثواب يعني بلا إشكال. يعني شوفوا زيارة عاشوراء من الزيارات المهمة، وأنا تكلمت فيها عدة مناسبات وانتشر بعض المقاطع. أنا في الواقع لقضاء الحوائج، قضاء الحوائج ولتوفيق المستدام التزام بزيارة عاشوراء، فشيء عجيب غريب إن شاء الله تعالى الأخوة يلتزمون بها. وأما اللعن والسلام، يعني اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك، اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا، هذه 100 مرة لازم تقولوها. لما تخلصوها السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر عهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن حسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسن، أيضا 100 مرة. هذه تقول بعض الناس أنه هذا صعب، طبعا طول، هي تقريبا تأخذ ساعة أو ساعة 10 دقائق، واحد يكمل الزيارة بلعنها وسلامها. ولكن يمكن هناك طرق عديدة. الطريق الأول هو هذا، أنا أذكر اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك، لما أخلص هذا اللعن بالأخير اللهم لعنهم جميعا، اللهم لعنهم جميعا، اللهم لعنهم، هاي 100 مرة أكررها بس اللهم لعنهم جميعا. هذه طريقة. نعم هاي طريقة. والسلام بس أذكر شنو؟ السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، هاي السلام الأخير هم 100 مرة. هاي طريقة. طريقة الثالثة أن أقول مرة واحدة اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، إلى الأخير أقول 100 مرة كلمة 100 مرة، هذا أيضا يمكن إنسان أن يحصل ثواب عليها. نعم. طيب، سؤالها الآخر سماحة السيد كان عن أدائها للأعمال المستحبة بالنيابة عن والدتها المريضة، نقول فقط المستحبات أسويها أنا وأهدي ثوابها لوالدتي. شكو بيها لا إشكال في ذلك.
كل العبادات المستحبة يمكن الإنسان أن على حال يؤديها ويهديها إلى الأحياء والأموات، لا أشكال، المستحبات ما في مشكلة. طيب الآن بدي أن أنقل لك سؤال من يعني أو هو كلام لأحد الشباب اللي دار حديث بينه وبينه فيما يتعلق بمسألة مهمة، مسألة الصلاة. سماحة السيد، كان الحديث بأنه يقول أنا ما أصلي لأنه أكو أحس أنه أكو فت قضايا أنا لازم أضبطها بالأول قبل لا أجي أنه أجي وألتزم بصلاتي. فأنا بيّنت له، قلت له بأنه ترى الشيطان دي يرسم لك، أو هذا وهم دي يرسمه الشيطان. فبعدين صار الاتفاق بأنه أعرض هذا السؤال عليكم سماحة السيد، وأنت اللي توجه للكلام. يشعر بأنه هو مثلا مقصر بجوانب عديدة، أنه هو كذا كذا، فآخر شيء يوصل له هو قضية التزامه بالصلاة. شنو رأيكم بهذا الكلام؟ في واقع الحال هذه بلا أشكال أنه من رسائل الشيطان ومن نزغ الشيطان ومن وساوس الشيطان، أنه أنت متلوث وأنت تعبان وأنت وضعك كذا، الصلاة صلي إياك نعبد وإياك نستعين، هذا كذب. إياك نعبد كذب على الله، وهذا الكذب على الله في واقع الحال ما يفيدك. هذا النوع من الإيحاء الشيطان إليه في واقع الحال لابد أن لا يستمع له. نعم. ليش؟ أولا نعم. الله يقول أقم الصلاة لذكري، وعشرات الآيات في أنه المؤمنون لابد من أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا إقامة الصلاة هذا شعار المسلم وهوية المسلم، لابد أن يؤديها ويقوم بها، ولا يحق للمسلم أن يكون مسلما بلا صلاة. يعني ما عندنا إسلام بلا صلاة، الإسلام الصلاة عمود الدين. نعم. إن قبلت قبل ما سواها. زين. إذن يقول سيدنا وأنا عندي سوالف تعبانة، ما أقول لك أنه أنت معصوم، صلي وقل إياك نعبد وإياك نستعين وتوكل على الله، وحاول أن شنو أن هذيك الأمور شوية شوية تتركها. وأعتقد رب العالمين يسهل على الإنسان اللي يلتزم بصلاته ويدعو الله أن بالدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا لما تقوله بالقنوت رب العالمين أيضا يساعدك. أما تعطل الدين وتعطل الممارسة الدينية على أساس أنه يوم الأيام يصير خوش آدمي وتجي تصلي، هذا ما ذاك اليوم ما رح يجي. ذاك اليوم ما رح يجي، ما رح يجي ذاك اليوم اللي أنت تقرر أن تكون خوش آدمي وراح تصلي، لأن الشيطان راح يكون رفيقك، ومن كان الشيطان رفيقه ماذا؟ سينسيه ذكر الله، سينسيه ذكر الله، وإذا نسي ذكر الله فيباغته الموت، ذاك الوقت يقول ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وهذا في واقع الحال رسالة قوية من الإسلام، أنه الصلاة لا تترك بحال من الأحوال، حتى لو أنت غرفة الإنعاش وتقدر بعيونك تصلي صلي. ليش؟ لأن هي الخط والشعر التي يرتبط الإنسان بها مع الله سبحانه وتعالى. طيب هذا ما ربط بأي شيء آخر، بلي. أنه أنت عندك ذنوب، أنه أنت عندك مشاكل أخرى، كلها إن شاء الله تعالى تذهب وتزول بالتوبة والاستعانة والتوكل على الله والالتصاق بالله سبحانه وتعالى، هاي كلها تزول إن شاء الله تعالى. طيب طبعا يوم أمس سمعت السيد، كنت يعني خلينا نقول أنه جاي أخذ جولة داخل تطبيق اليوتيوب، فأبحث عن عناوين معينة طبعا، فكثير ما تظهر مقاطع فيديوية لكم سماحة السيد، فشاهدت العجب بصراحة بأنه مثلا السيد فلان الفلاني يرد على السيد رشيد الحسيني. فأني لما أقرأ العنوان طبعا عنوان جذاب، وكأنما أكو فد مشكلة أو أكو اختلاف بالرأي، لما أدخل سماحة السيد أشوف بأنه فعلا قد تعبر على الأشخاص أو قد ينخدع الأشخاص اللي عندهم معلومات مثلا قليلة أو ما يفهم الموضوع بكل جوانبه. فشاهدت أشياء غريبة وعجيبة، كأنما أنت مثلا عندك رأي في قضية معينة فسيد معمم آخر من المذهب الشيعي يرد. فأريد يعني نصيحة لشبابنا اللي وبالذات فئة النساء، لأنه هم يعني أكثرهم حقيقة يشوفون مقاطع اليوتيوب. شوفوا أخ مصطفى، الحرب المستهدف بها التشيع والحوزة العلمية حرب شرسة.
وعلى كل المستويات، مستوى الإعلامي، مستوى الفكري، مستوى على حال الثقافي. وضمن الممارسات اللي الآن السوشيال ميديا تقوم بها هي أنه يأتون ويقطعون الكلام ويقطعون الحديث بشكل أو بالأشكال، ويشنعون على الأشخاص. تدرون أنه ضمن الوسائل لإسقاط الدين في نفوس الناس هو إسقاط أهل الدين. نعم. يعني لما تسقط أهل الدين عن الاعتبار وسقطهم عن القدوة على أنهم ناس يمكن إنسان أن يقتدي بهم، أن يتأثر بهم، أن يتعلم منهم، لما يسقطون أهل الدين يعني راح يضعفون الدين في نفوس الناس. وهي أسلوب إنصافا. مثل الأسرة، إذا أنا أريد أن أفتت الأسرة شو أسوي؟ أسقط الأب والأم في أذهان الأولاد أن أمك وأبوك ما يفتهمون، أمك وأبوك جهلة، أمك وأبوك مو مثقفين. لما أنا أزرق أن أمي وأبوي مو خوش، أمي وأبوي ما يفهمون، يعني أوتوماتيكيا صارت قدوة الأم وأسوة الأب في محب الريح. فالولد اللي ما عنده ارتباط بأمه وأبوه كقدوة وكأسوة هذا راح يتلقى من الآخرين، وهو هذا يردو أنه يطع من الأسرة حتى يفككوه. كذلك المتدينين الآن، فلان يرد على فلان، فلان مدري كذا، هذا كله في واقع الحال ضمن هذه الحرب وضمن هذه الوسائل. المؤمنون لابد أن يلتفتوا ويفهموا أنه هناك أقلام مأجورة، مؤسسات موجهة مدعومة في ضرب رجال الدين، ضرب علماء الإسلام، وضرب المرجعية الدينية. تشوفون الآن قناة في لندن شغلها هذا. من الصبح لليل ضرب في المرجعية، حتى أنه بدأ يستخف بمراجعنا الكبار الشيخ الطوسي والشيخ المفيد والشيخ الأنصاري، ويعتبروا هؤلاء فسقة، هؤلاء كذا. هؤلاء في واقع مدفوعي الثمن. وأصحاب أجندات وأصحاب. فلذلك الإنسان لابد أن يحذف هؤلاء أصلاً، واقعا يحذفهم. ليش؟ لأنه أنا لما أفتح على نفسي باب من خلاله يمكن الشيطان أن يدخل من خلاله، لابد من غلق هذا الباب حتى الإنسان يرتاح. ولذلك الفقهاء يقولوا أن شراء كتب الضلال والاشتراك في قنوات الضلال والمشاهدة قنوات الضلال والتضليل فيه إشكال. لأنه قد تؤثر فيه وأنا ما عندي الخلفية العلمية اللي يمكن من خلالها أن ماذا أن أرد هذه الأكاذيب وهذه الأباطيل. حسنتم، واضح إن شاء الله. الآن يعني أستقبل آخر اتصال بحلقتنا لهذا اليوم من الأخ أبو علي. حياك الله يا أبو علي، اترك التلفزيون وأنت الآن على الهواء مباشرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أبو علي. سيد، كنت استفسار بخصوص عقد الزواج. نعم. مقدمين للمحكمة، احنا عاقدين مو شرعية. نعم. رجل دين عاقد لنا، بس مقدمين للمحكمة وتأخر الموعد، إذا أجب عاشور يصير نعقد. نعم. للمحكمة. واضح، واضح أبو علي. شكرا جزيلا. شكرا لاتصالك. نعم سمعت. حبيبي أبو علي، أول مبارك لك العقد الشرعي، وإن شاء الله تعالى حياة طيبة وهانئة مع زوجتك بعيدة عن الشيطنة والنكد إن شاء الله. أما هل يجوز لي أن أرتب عقد القانوني في المحاكم وفي سجلات الأحوال في محرم؟ نعم، لا أشكال في ذلك، بدون مظاهر طبيعي، يعني بدون مظاهر فرح ومكياج وهالأمور، لأن إحنا نواسي أهل البيت بالحزن. أحسنت. نعم، قضية إجرائية قانونية أنا أتبعها، ما في أي مشكلة إن شاء الله. أحسنتم، بارك الله بكم سماحة السيد. طبعا الكلام اللي راح أقوله أنا الآن يشهد الله عليه هو من الناس مو من عندي. أنت وجهت كلمة شكر لكل اللي أحيوا عيد الغدير، لأنه أنت سبق وأن قبلها بحلقة من الحلقات وجهت باتجاه تفعيل إحياء هذه المناسبة. فبعد ما وجهت كلمة الشكر هواي ناس تواصلوا معانا، قالوا إحنا اللي نريد نشكر سماحة السيد على التوجيه اللي وجهنا به، خلانا ننتبه لأهمية المناسبة وقمنا بهواي أمور. ليش؟ لأنه بكلام السيد بالمقطع السابق لما طلب من عندنا أنه نحيي هذه المناسبة كان كلامه واضح وعملي، قال علقوا راية، قال وزعوا شوكليت، أي مظهر أي شيء يخليك تبين بأنه أكو مناسبة. فإحنا نفذنا الكلام وكان الحمد لله المناسبة بهذا الشكل
اللي كان رائع جدا حقيقه، على طبعا خلاف بقيه السنوات كانت افضل اكيد. لكن عفوا سمح سيد، الان شو يطلبون الناس؟ يقولون نفس هذا التوجيه الريده فيما يتعلق بشهر محرم، شنو اللي نقدر نسويه حتى يكون هو ختام لحلقتنا لهذا اليوم؟ كما ذكرت في بداية الحلقة على أن هذه الحشود ما أدري مئات الآلاف الذين حضروا في كربلاء هذه الليلة، نعم، وحضروا في المراقد المقدسة في العتبات المقدسة والحسينيات المختلفة في المحافظات والمناطق، اعرفوا أن هذه الحشود مسجلة، مسجلة عند إمامنا وسيدنا صاحب الزمان، فإنه الشاهد الناظر على كل هذه الفعاليات وعلى كل هذه النصرة، النصرة والمواساة لجده الحسين صلى الله وسلم عليه. قطعا ما تغيب، قطعا ما تغيب عن حساباته، وقطعا ما يمر عليها مرور غير كريم، سيمر عليها مرورا كريما، ويسجل أسماء هؤلاء الذين يحيون مراسيم جده وينفقون في سبيل إحياء هذه المراسيم، ويبكون وينتحبون ويلطمون ويشاركون. قطعا هذه ستسجل في سجلي من أحيا قضية الحسين، والإمام المهدي المنتظر هو الشاهد على ذلك. فأيها الأحبة أيها الأخوة، إذا أردنا حياة كريمة فمع الحسين، إذا أردنا حياة هانئة وهادئة فمع الحسين، إذا أردنا أولاد صالحين غير متأثرين بالثقافات الخارجة، ثقافات الدخيلة، فبمجالس الحسين. إذا أردنا بناتنا أن يكن عفيفات غير متأثرات بالتواصل الاجتماعي الغلط وبالعلاقات الغلط، فبارتباطهن مع مجالس الحسيني وأبناء الحسين وهذه المظاهر الحسينية. فالحسين ضمانة، الحسين ضمانة، مجالس الحسين على حال تصفية للقلب وتنقية للوجود. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نقول نكون ممن يحيي ولا نلتفت للكلام الآخر، والله هذه مجلس سياسي وهذا مجلس كذائي، وهذا كلها مجالس نشارك فيها ونلطم فيها ونبكي فيها ونضرب سهما على حال معكوسا إلى تلك الأجندة التي تريد أن تفصلنا مع أبي عبد الله الحسين. سماحة السيد رشيد الحسيني، شكرا جزيلا لكم على كل ما قدمتوا لنا ولمشاهدين الأفاضل في هذه الحلقة. سلمكم الله تعالى. الله يبارك فيكم. وإذا مشاهدينا وصلنا وياكم إلى ختام هذه الحلقة، حتى لقاء آخر، دمتم في حب محمد وآل محمد، وإلى اللقاء.